السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المشاهدين، مرحبا بكم على صفحه فيديو جديد موضوع جديد مع فيصل المدير في قناه فيصل برشلونه. الخوت والخواتات، مؤخرا كثر العديد من الاقاويل والاشاعات، بينما ليست باشاعات، الا وهي نحن في مرحله استراحه لقاحيه، التوقف من اعطاء المهرزات، نخليوها اختياريه، اللي بغى يمشي ياخذها يمشي ياخذها، او التوقف من طلبات المهرزات من الشركات المصنعه. هذا هو الخبر ديال اليوم، ولكن الامر ابعد من ذلك. لقش هذه المرحله اللي هي بغاو يتوقفوا فيها من طلبات المهرزات من 27 فبراير الى 8 ماي، ولكن من بعد 8 ماي تستأنف مرحله اعطاء المهرزات لجميع دول العالم. خلاصه القول ايها المشاهد الكريم، هذا الخبر صحيح. لقش في هذه المرحله العيون والانظار متجهين الى روسيا واوكرانيا، واحد الاكذوبه من الاكاذيب ديال النخبه المنظومه، والعالم كامل غادي نفس المخطط. علاش بالقاس من ضدرات خرج لنا وقال لنا هناك وباء جاي مستقبلا، ودرنا التحذير ورجع للور حتى واحد ما دام جاب. شنو هي الخدمه ديال بالقاس من ضدرات؟ هادشي ديال الاعلاميات وكذا 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 وكذا، فهم معايا الفيلم كيفاش غادي. وهناك العديد من الاقاويل ديال بعض الناس سامحهم الله، شنو زعما بغاو يساليو معانا، بغاو يقتلونا، بغاو يفعلونا، راهما كيخافوا على صحتنا سيدي. داكشي علاش كيشريو الشوكات وكيعطيونا الشوكه الاولى والثانيه والثالثه. اه سيدي، هذوك الشوكات راه مزيانين الصحه، ويخرجوا عبر قنوات الصف الصحي ويديروا لك اشهارات ويزينوك القاعده، ولكن ليس هناك ضمانات وليس هناك تعويضات وليس هناك تأمينات باش ما تتمش المتابعه ديالهم قضائيه. وكاين بعض الاشاعات كذلك، الا وهي الوصول الى المليار الذهبي. بغاو يساليو معانا، بغاو يقتلونا، بغاو يصفيوها لينا، وبعض الاناس بغاو يوصلوا لديك الشريحه انا مسيدي باش يتحكموا فينا كيف ما بغاو. بغاو باش يتحكموا فينا كيف ما بغاو. وخلاصه القول ايها المشاهد الكريم، هناك اثار جانبيه ودوينا على هذا الموضوع وشرحناه مزيان وبالتفصيل، وشفنا على الملحمات نهار بداو كيعطيو المهرزات في خط تصاعدي، ولكن تتعامل انظار على هذا الشيء كامل. هما راه ما عمرهم يتوقفوا على المهرزات. هذه المرحله ديال الاستراحه اللي عطاوها لجميع دول العالم، وهذا الخبر اكدته لنا الاخت، ربما الاخت مايا، وتصنتوا ليها مزيان، هي كلام قاصح ولكن خاصنا نتقبلوه. نجي شي نهار نطلع لكم الطاقه الايجابيه بطبيعه الحال، ولكن عرف الحقيقه في دقيقه باش تعرف راسك من رجليك. خلاصه هذا القول، حنا دابا عايشين في واحد المرحله ديال النقاهه. ما ديش يضغطوا عليك باش انك تمشي تاخذ المهرزات، حتى واحد ما غادي يضغط عليك، خليوها اختياريه. ولكن ابتداء من شهر ماي حدي معايا، كلش الموازين كلها تقلب. هذه الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا مرحله عابره، وليس بحرب عالميه باش ما نعطيوهاش واحد الحجم اكثر من الحجم ديالها. ما بين جوج دول ما كاينش حرب عالميه، وهناك اكاذيب ايها المشاهدين الكرام عبر قنوات الصف الصحي جايبين لكم فيديوهات من القصف الاسرائيلي ديال ضد فلسطين، وتحطوا تقول شوف شنو دايره روسيا الاوكرانيا. هادشي كذوب في كذوب كذلك. وبعض الصحف وبعض المجلات دايرين واحد التصاور اللي هما قدام، وتقول شو روسيا شنو دارت اوكرانيا، وهكذا دواليك. والحقيقه تعلم بها الله سبحانه وتعالى. نبقاو مركزين على الموضوع ديال المهرزات. حنا عارفين حديث الساعه، الا وهو حرب روسيا مع اوكرانيا، حلف الناتو، امريكان مجبدين العينين، كوريا كذا وكذا وكذا، وتوقع الشلاده. وشفناهم كاملين. عمركم لاحظتوا واحد الموضوع جد مهم؟ الدب الروسي، هذاك المهرزات ديالو في بلادو اللي ما بغاوش يعترفوا به بطبيعه الحال منظمات الصحه العالميه الهرقاويه، هو وقاف المهرزات مش حال هذه بطبيعه الحال المصنعه، وهو بلادو تعطي المهرزات هي لبلادو اقل ولا اكثر. ولكن تبع مع الحدث، هو وقاف المهرزات مش حال هذه. الخوت ايها المشاهدين الكرام، الغرض ديالهم في هذه المرحله هو اعاده مراجعه الاوراق. لحقاش داكشي اللي عطاونا ما صدق لهمش. ربما هناك العديد من الاثار الجانبيه، متفق معكم.
وكما سمعتوا ربما داك السي ام سي متفق معكم كذلك، هناك وفيات متفق معكم، ولكن المسلسل التاريخي غادي يستمر. علاش مؤخرا خرج بالقاسم ونضيدرات وقالنا هناك جائحة كبرى جاية على الطريق وجاية في الطريق، يعني استعدوا والأمراض ديالها راه خطيرة، راه ماشي بحال الأمراض اللي داز في الأول، لا استعدوا. هنا كنطرح السؤال وكنت باغي ندير عليه تحليل، هاد بلقاسم ونضيدرات شنو العمل ديالو؟ شنو العمل ديالو؟ حتى فهادشي ديال الإعلاميات وكذا وكذا وكذا، يعني البرمجة، يعني كما هما كيدخلوا حتى التليفون ويدخلوا لك الهاتف ديالك ويدخلوا لك الكمبيوتر ديالك ويديروا لك هذا بغى يدخلنا صحتنا. السي مولاي هادشي جاي في الطريق على انهم بقاو يسيروا كيف ما بغاو ويديو فيك ما بغاو ويتحكموا فيك كيف ما بغاو الا بقيتي مستمر على هاد المرحله ديال الشوكات. كاينه شي شوكه فيها الخير قولها لي انت ولا انت، كاينه شي حاجه فيها ضمانات قولها لي انت ولا انت، ما كاينش ضمانات. الهدف مستمر والمسلسل مستمر وما غاديش يرجعوا للور، ما غاديش يرجعوا للور. مش حال درت لكم واحد الفيديو على ان بلاد مجبدين العينين قالوا لعيالاتهم على انكم ما تبقاوش تولدوا، علاش؟ يمكن لك دير وليد ولا بنيه عن طريق الحمل الاصطناعي، عن طريق الحمل ديال الروبوت، صافي انت قابلي دارك وخدمي ضربي تمارة وعيش الرشاقة وما تخرجيش وما تمحنيش. يمكن لك تختاري وليد لوين ولا بيبيض ولا زعير ولا كحل كيف ما بغيتي عن طريق الروبوت. يعني وصلنا واحد المرحلة في تصنيع الجينات وتصنيع البشرية والتحكم بالجينات، وهذا هو اللي جاي مستقبلا. بغاو يصنعوا هما البشرية ويتحكموا فيها، بغاو يتحداو القدرة الإلهية. الهدف ديال الشوكات هو هذا، الطريق في التحكم بالجينات ديالكم وي سيطروا عليكم كيف ما بغاو من بعد ما تزرعوا ديك. نعم سيدي فهمني، هذيك العبيتيكا اللي كتكون ديك الشويريحه اللي كتكون الشريحه اللي كتكون، نعم سيدي هذه كتحكم فيك كيف ما بغات ودير فيك ما بغات. خلاصه القول، المستقبل ما كيعرفه الله سبحانه وتعالى، ولكن كنديروا يعني الابعاد ديالنا النظريات ديالنا فين غادي بينا هاد النخبة المنظومة، ألا وهي التحكم في البشرية مستقبلا. علاش الصين بالضبط؟ ولاوتي بنادم من الروبوت، يعني رحم اصطناعي، ماشي رحم الأم طبيعي، التحكم في هاد الرحم الاصطناعي كذلك، ويخرجوك وليد ولا بنية، هذا تحدي القدرة الإلهية، ويسمعوك روبوتات مستقبلا، باش أنهم يسيروك كيف ما بغاو هما، أتوليو عايشين كاين روبوت. يوقفوك فوق ما بغيتي ويحركوك فوق ما بغيتي، وداك داكشي كتفكر فيه انت راه عندهم، يعني ما تفكرش شي حاجه خايبه، تفكر شي حاجه خايبه يوقفوك بطبيعه الحال، بطونه وحده يكسر عليك، يعني تولي انت عايش حياه روبوتيه. هذا هو التحدي القدره الالهيه اللي بغاو يوصلوا ليه هاد الناس عن طريق هاد الشوكات. هذا القناعه ديالي والنظره ديالي وبعض العلماء ما نقدرش نقول الاسامي ديالهم خوفا على القناه كذلك. هاد المرحلة ديال الاستراحة غتكون وكاينة ومؤكدة عالميا، ولكن فيها غادي تخطط العديد من الأشياء. ما تثيقوش الخوت وما تثيقوش، علاش هناك تراجع؟ فك القيود، رفع القيود، كذا وكذا، رجعوا التيرانات، رجعوا الهادي، رجعوا الهادي. ولكن الموضوع اللي جاي من هذا هو أنهم غاو يديروا جواز عالمي، جواز عالمي الخوت باش انهم يتحكموا فينا كاملين، جواز عالمي صحي. تمشي القاره الافريقيه تلقى نفس الجواز، تمشي القاره الامريكيه نفس الجواز، القاره الاوروبيه نفس الجواز، القاره الاستراليه نفس الجواز، جواز عالمي رقمن، يعني مرقمن. هنا هذا هو الموضوع ديال الجاي، هنا تعرف راسك فين غادي يا حمادي. خوت وخواتات، فتره الاستراحه كاينه 27 فبراير حتى 8 ماي، ومن بعد 8 ماي وهادشي اللي عند جميع الشعوب ودول العالم، تتم الاستمراريه في اعطاء المهرازات بالجرعه الرابعه والخامسه والسادسه، فاستعدوا هاد المرحله الجايه باش انهم يهيئوا لنا واحد الوباء جديد يكون فتاكنا مسيدي. اما هاد القضيه ديال اوكرانيا وروسيا، عشنا العديد من الحروب وليست بحرب عالميه ثالثه، ما يغركمش الشيطان،
خوتي وخواتات شكرا جزيلا للمتابعه، نتمنى اني وصلت المعلومه. وعيق الشفيق راه كندوي معاك في الشفرات باش انك ما تصيدش، راه ما كاينش شي واحد باغي يقل خير مري باك امك. خلاصه القول، وحبك في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البارطاج ديالك على وسائل النطاق، وشكرا جزيلا للمتابعه. تبارك الله عليكم، واسمحوا لي طولت عليكم.